ملكم للشعر ثم انحنت لمداده أقلامنا لي بالعقل مروية منها يسيل وينهمر بزيادة حبر يراقب ساعة الجدية وأول سقوط الرأس وقت عناده وانتم جبرتونا على الندية يا شرذمة الأخوان والحسادة أخذوا علوم الأمة الياسية خيالنا روض فرس طرواده يوم الخيانة قد سرت ليلية وتشاور القاضي مع جلاده بالحق والقانون والشرعية وقالوا ضعيف النفس بان حقاده يوم اسرحت بكلابها اليعرية يعني نمك يشلها النقادة رحت وطي ما بين ذيك وذية جيتوا لسان ما نطق بشهادة وبحجة الإصلاح والحرية بعتوا ذممكم لا سنع لا عادة وعيونكم تتبع ثرى الربية بعتوا ذممكم لا سنع لا عادة وعيونكم تتبع ثرى الربية وش يكسب المقيود من قواده غير الأمر والفرض والجبرية واللي مغرر بالفكر وجهاده جاهل ويحسب دعوته دينية بث الفتاوي والعرب نشاده وقال الرشاوي تنحسب عيدية ما يدري أن العلم له رواده والنفس تصفى من صفاء النية ومن لا عرف قدره وقدر سياده يرجع عليها دامها عبرية ومن لا عرف قدره وقدر سياده يرجع عليها دامها عبرية كل بعد ربه يحب بلاده ليه الزعل وتسحب الجنسية واللي مغرر كل بعد ربه يحب بلاده ليه الزعل لو تسحب الجنسية واللي فقد في سيفنا طراده ليشيل هم ويطلب العونية الدار فيها خدمة لبعادة ومؤسسة جمعية خيرية متكفلة بأهله وكل أولاده يذلف ويلقى خيمته مبنية وجه الرداء صعبه ينال مراده ما دام ماله بيننا شعبية وإحنا ولانا للوطن والقادة وتبقى العلاقة بيننا مبنية البيت واحد ما فرق بوتاده وأسوارنا برواحنا مفدية وتاريخنا وتراثنا والعادة أقسم قسم ما يختلف مولية أقسم قسم ما يختلف مولية صح الله لسانك.